السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل الله يحفظكم. بسم الله. والله عندي سؤال لحضرتك. دلوقتي في شاب تقدم للزواج من فتاة سيد مطلقة عمرها 20 عاما. فطلب منه أبوها أن يعقد عليها ويؤجل البناء حتى تنتهي من دراستها الجامعية بعد عام تقريبا. عفوا انت قلت عفوا ادي السؤال كده معلش لو سمحت ادي السؤال. طيب انا اسف انا بكلم حضرتك بس من الخارج فيمكن الخطوط مش واضحه. وشاب تقدم للزواج من فتاه طيب مطلقه عمرها 20 عاما. طيب. فطلب منه ابوها ان يعقد عليها ويؤجل البناء يعني حتى تنتهي من دراستها الجامعيه. طيب. عام تقريبا. ماشي. وبعدين حدث خلاف بينهما على من يجب على الفتاة أن تطيع، هل تطيع أبوها بعد العقد أو قبل العقد؟ لا بعد العقد ولكن قبل البناء، يعني هي الآن تعيش في بيت أبيها. يعني السؤال باختصار، إذا عقد شاب على فتاة وهي عند أبيها، الأمر أمر أبيها أو الأمر أمر الزوج؟ كذا السؤال باختصار. خاصة إذا كانت سيب أو بكر لا تأثير لذلك في الحكم. طيب. إذا كانت المرأة في بيت أبيها فالقول قول أبيها والاستئذان استئذان من أبيها، وأبوها كما هو معلوم هي في بيته وينفق عليها، فنحن لن نلزم الزوج بالإنفاق وإن كان يلزمه، للعرف السائد أن ما دامت عند أبيها أبوها ينفق عليها. وعائشة لما تزوجها الرسول وبقيت 3 سنوات في بيت أبي بكر وهي طفلة لم تكن تذهب للرسول تستأذنه أخرج أو لا أخرج. فهمت كلامي؟ تمام. شكراً.